السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اطفال يا حلوين، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب دايما تبقوا في صحة وسعادة وهنا العمر كله. النهاردة هنحكي حكاية ايه؟ محمود. محمود ده كان ولد صغير بس شقي شوية، فمامته ايه كانت جت من السوق وقالت ايه انا هروح انام شوية، وهو كان لسه جاي من الحضانة. فمامته بتقول له ايه يا محمود، يا وادي يا محمود. قال لها نعم يا ماما. قالت له تعالى ما تطلعش في الشارع، تعالى هنا جنبي نام. لا ماشي يا ماما انا هنام بس في الأوضة التانية. قالت له طب روح، اوعي يا واد تتشق ولا تبص من البلكونة. لا يا ماما ما تخافيش انا مش هبص من البلكونة، انا هروح انام. المهم جه ايه شوية امه لسه هتنام وجايبة يعني الحاجة من السوق وجاية. المهم قالت انام شوية واقوم اعمل الاكل. راح ابنها جالها يا ماما يا ماما. قالت له فيها يا ولا، ايه اللي حصل؟ قال لها مش عارف انام يا ماما. قالت له ليه يا حبيبي مش عارف تنام ليه؟ ام حسن مشغلة التسجيل وام عمر مشغلة التسجيل وام لؤوف مشغلة التسجيل وام فاروق يا ماما مالها مشغلة التسجيل. قالت له الله ليه؟ هما كلهم النهارده مشغلين التسجيل. الله يا ماما كلهم مشغلين التسجيل وانا مش عارف انام. قالت له طب اعمل ايه؟ قول لي كده. امه راحت قالت له ايه يا ابني روح انت نام، مالكش دعوه بام حسن ولا ام حسين، روح نام. انا مش عارف يا ماما، قلت لك مشغلين التسجيل والتسجيل عالي قوي يا ماما. راحت امهم بصه من البلكونه لقت الانوار في الشارع، راحت ايه عرفت ان كده ايه في فرح. فقالت له يا حبيبي تعالى يا محمود اقول لك ده في فرح يا حبيبي. قال لها فرح يعني في عروسه وعريس يا ماما؟ قالت له اه يا حبيبي في عروسه وعريس. قال لها طب وانا امتى تعملي لها الفرح بتاعي يا ماما؟ قالت له مش لما لقى العروسه الاول. المهم خرج بره وجالها، راح ايه جاب لها بنت صغنططه حلوه كده وقال لها ايه يا مامتي يا مامتي يا ماما. قالت له في ايه يا واه؟ قال لها انا جبت اللي قلت لي عليه. قالت له جبت ايه يا واه؟ انا جبت العروسه عشان تعملي لي الفرح. قالت له عروسه؟ عروسه ايه يا واد اللي جبتها واعمل لك فرح؟ يا نهار ابيض جبت مين يا واد؟ جبت صاحبتي ليلى يا ماما، انا جبت لك ليلى اهي، تعالى عشان ماما تعمل لنا فرح. اعمل لك فرح؟ خدي يا ليلى. انت جايه هنا ازاي يا بيت؟ هو قال لك تعالي كلمي ماما، ماما عارفه قالت لي لوحي كلمي مامت. طيب يا محمود، حاضر يا محمود انا هموتك النهارده. ليه يا ماما لسه تعملي الفرح؟ فرح ايه يا ابني العبيط؟ فرح ايه اللي هعمله؟ ده انت لسه صغير، تروح الحضانه بعدين تروح المدرسه وتتعلم. ما انا نتعلم يا ماما بس تعملي الفرح الاول. فرح فرح يا واد، امشي يا واد نام يا واد. روح يا ليلى روحي حبيبتي لماما. يلا يا قلب خدي يا ليلى كيكه حلوه اهي اديها لماما. بس يا طنط ماما قالت لي ما تاخديش حاجه الا لما تقولي لي اقول لماما. قالت لها مامتك مش هتقول لك حاجه، قولي لها طنط ام محمود بعتت. حاضر يا طنط. يلا حبيبتي روحي على البيت على طول وروحي لماما وقولي لي ان انت روحت خلي ماما تتصل. حاضر يا طنط. شفت البنت الحلوة تسمع الكلام، انت مش بتسمع الكلام يا محمود. انت عايزة ايه يا ماما؟ مش عايزة تعملي لي فرح، اعمل لك ايه يعني؟ خلاص لما يجي بابا بالليل قول له اعمل لي فرح شوف هيعمل لك ايه. لما جه بابا بالليل يا بابا يا بابا، قال له نعم يا حبيبي. انا عايزة اعمل فرح زي اللي بره واجيب عروسة وعريس. قال له يا سلام هات الصينية دي، وجاب ابوه الصينيه وقعد ايه يطبل ويقول له اهو يا عم عملنا لك عريس وعروس. قال له انت بتضحك عليا يا بابا، تعمل لي صينيه وبتطبل عليها يا بابا؟ يا بابا انا عايزه ابقى عريس وعروس. قال له اعمل لك عريس وعروس، عارف امتى يا حبيبي؟ قال له امتى يا بابا؟ قال له لما تكمل تعليمك وتتعلم وتبقى حاجه كده ايه حلوه في الدنيا، ساعتها نجيب لك ايه عروسه اموره زيك. انت عايز تبقى ايه؟ قال له انا عايزه ابقى ظابط. قال له ظابط؟ انت هتبقى ظابط انت فاشل. الله يا بابا انا شاطر انا هذاكر.
قال له اه ما دام هتذاكر هتبقى ظابط، لما تذاكر وتبقى شاطر كده ممكن، ايوه شاطر بتبقى ظابط. قال له خلاص، ايه رأيك تذاكر وتجتهد عشان تبقى حاجة حلوة ولا ايه؟ قال له ميسي يا بابا، صح كلامك، صح يا بابا. ليلى جات لهم بقى، تخبط على الباب، راح فتح لها. لا عايزة ايه يا ليلى؟ يلا لوحي، مش هعمل عليس وعلوس، يلا لوحي لامك. قال له ولا خدي، يا واد اللي بتعمله ده عيب. مامته قالت له ما انت مش عارف ايه اللي حصل، الصبح جاب لي البنت وقال لي خدي تعالى احنا هنعمل عريس وعروسه، وجبت لك اهي عروستي ليلى. ابوه قعد يضحك، قال له يا عبيط، لا لما تكبر وتبقى حاجه كويسه وتتعلم ساعتها احنا نجيب لك عروسه حلوه. وكل ليلى كبر. قال له ماشي ماشي يا بابا، حاضر يا بابا، انا هسمع كلامك وهذاكر واروح المدرسه وابقى مستقل كبير قوي. تبقى ايه؟ مستصل كبير قوي. انت جبت المستشار ده منين؟ قال له سيب مرتك مالا، بتكلم واحد صاحبك وبتقول له المستصل والمستصل ومش عارف ايه. قال له اه يعني انت عمال بتسمع وبتقول. ماشي ماشي يا محمود، خلاص اسمع الكلام عشان بعد كده ايه اوديك زي ما انت عايز، ونجوزك جوازه حلوه، ونجيب لك عروسه، وتبقى عندك شقه، ويبقى كمان عندك عربيه. قال له كل ده لما ابقى ظابط يا بابا؟ قال له ايوه، لما تبقى ظابط وتتعلم هتبقى تجيب كل اللي انت عايزه. قال له انا من دلوقتي يا بابا ده هذاكر واجتهد عشان ابقى ظابط، واكب عربيه، واكب شقه، واعمل فرح كبير قوي يا بابا. قال له ماشي يا حبيبي، شاطر يا محمود، برافو عليك. اصحابي الحلوين، خلصت حكايه محمود، حكايه جميله، والى اللقاء، واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. اقول لكم ايه اصدقائي الحلوين؟ الى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.